صباح الخير مشاهدين، أكيد الكل زار المدرج الروماني واستمتع بكل ما فيه من معالم أثرية وتجول فيه، تعرف على المتاحف، على مسرح الأوديون، الساحة الهاشمية، بالإضافة إلى هذا المدرج وهو يعتبر من أكبر المدرجات والمعالم الأثرية الرومانية في العاصمة عمان. ولكن مش الكل بيعرف وجود العديد من النقوش والرسوم والمنحوتات اللي بتعود لعدة حضارات عريقة عبر العصور المختلفة والمنتشرة والمتواجدة في هذا المكان، واللي راح نتعرف عليها أكثر من خلال هذا التقرير الصباحي، تابعونا. مشاهدينا راح يكون معنا الآن الأستاذ عاصم عصفور، وهو مدير أثار محافظة العاصمة عمان، للحديث أكثر عن أهم النقوش والرسومات الموجودة في المدرج الروماني. نقول لك صباح الخير ويعطيك ألف عافية. صباح النور، أهلا وسهلا فيك وبالتلفزيون الأردني والسادة المشاهدين. نعم، يعني المدرج الروماني بعود العهد الروماني، وجد العديد فيه من المعالم الأثرية المميزة. اليوم نحكي عن العديد من النقوش والرسومات والمنحوتات اللي موجودة داخل المدرج الروماني، واللي تم إعادة ترميمها والكشف عنها حديث. بالطبع يعني احنا كدائرة آثار عامة ومديرية آثار محافظة العاصمة قامت خلال العام الماضي بإعادة تأهيل وتنظيف وترميم عدد من التماثيل والنقوش التي كشف عنها أثناء أعمال التنقيب في المدرج الروماني في بداية في العام 1950 ولاحقا خلال بداية أعمال الترميم التي قامت بها دائرة الآثار العامة. هذه مجموعة التماثيل تعود للفترة الرومانية من خلال القرن الأول وحتى القرن الثالث الميلادي. تنوعت هذه التماثيل من مادة الرخام أو من الحجر الكلسي الصلب. من المعروف أن الرومان قد أبدعوا وزهرت فيهم حضارة والنقوش والتماثيل، وقاموا بنحت مجموعات من التماثيل للأباطرة والفرسان أو القادة العسكريين، وتميزت باستخدام الرخام القاسي الذي لم يكن خلال الفترة الرومانية موجودا في الأردن وكان يتم استيراده من خارج الأردن. هذه النقوش أو هذه التماثيل توزعت وتنوعت من خلال وجود بعضها تمثال للإلهة أثينا وجد في المدرج الروماني، بالإضافة كان يتميز هذا التمثال بوجود الطيات الملابس التي أبدع الفنان الروماني بنحتها وتصويرها، وهي كانت نوع من العباءة الرومانية التوغا التي كانت تمثل اللباس الرسمي الروماني، بالإضافة إلى نق أو تمثال لفارس بالزي العسكري. للأسف التماثيل كانت مفقودة الرأس، من المعلوم أن الرأس يعتبر جزء حر في التمثال، فأي سقوط لهذا التمثال يعرضه للتلف والفقدان. التماثيل كانت وجدت في المدرج الروماني وتم إعادة وضعها بطريقة ملائمة داخل المدرج لتكون جزء من العرض السياحي للزوار والسياح في المدرج الروماني، بالإضافة إلى واحدة من النقوش التي عثر عليها في المدرج الروماني والتي تمثل نقش العين الشريرة، وهي عبارة عن رسم لنحت للعين تحيط فيها الحيات والعقارب، بالإضافة إلى الترس والرمح والخنجر، وهي واحدة من العادات الرومانية التي تدل أو تؤدي إلى حماية، نوع من تقديم الحماية للمعالم الدينية والمرافق والعامة في الفترة الرومانية، وهي ذات تأثيرات شرقية. بالإضافة إلى نقش عثر عليه عبارة عن تخليد لذكرى وفاة ابنة القائد الروماني، قائد الماء في الفيلق العاشر الروماني الذي كان يوجد في منطقة بلاد الشام خلال الفترة الرومانية، وهو كان مسؤول عن حماية الإمبراطورية الرومانية خلال القرن الثالث الميلادي.